هذا الجانب. الجانب الآخر، تركيا اليوم فعلا تدير يعني العمل السياسي بحرفة. أنا أتكلم عن تركيا في عهد الأك بارتي وفي عهد رئيس رجب طيب أردوغان. تركيا ما قبل ذلك كانت هي عبارة عن أداة من أدوات الناتو، لا تملك أي إمكانية لأن تقدم مصالحها على مصالح الناتو. اليوم نشهد تغيرا محوريا لدى تركيا. تركيا الآن تصدر رسائل واضحة بأن مصلحة تركيا ومصلحة الأمن في تركيا أهم من مصالح الحلفاء عندما يكون هناك وجه للمقارنة. أنا أتكلم عن تركيا عندما تقدم خطاب كالتالي: نحن نريد أن نقدم حماية إلى دول ستنضم إلى الناتو ونحمي أراضيها. ماذا عن دول الأصيلة في الناتو؟ ألا يتوجب على الناتو أن يحمي أراضيها؟ أتكلم عن تركيا التي هي تعتبر ثاني أكبر دولة على مستوى المساحة وعلى مستوى التعداد بالنسبة للناتو. لم يقدم الناتو أي ضمانات لحماية الأراضي التركية من الهجمات الإرهابية التي قامت بها.